مشاهدينا الأعزاء، رحب فيكم مرة ثانية وصبح عليكم بالخير. مثل ما تعرفون، تعد الطاقة الشمسية ضمن الحلول المعتمدة والتي يمكن تسخيرها كمصدر مستدام لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة دون أي أضرار بيئية أو مشكلات صحية، حيث ركزت العديد من الدول المتقدمة على ذلك المصدر الطبيعي لإنتاج الكهرباء. أكيد يا ورود، وفي إطار هذا التوجه العالمي جعلت شركة نفط الكويت الطاقة الشمسية ضمن أهدافها واستراتيجياتها المستقبلية في التقدم نحو الطاقة البديلة والمستدامة في مشاريعها النفطية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس علي الحرز، كبير مهندسي إدارة التكنولوجيا في شركة نفط الكويت. حياك الله وأهلا وسهلا فيك معنا في صباح الخير يا كويت، منورنا. الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة ونصبح عليكم بالخير. صبحك بمثله يا أخوي. بداية مهندسنا أستاذ علي، كلمنا عن مشاريع الطاقة المتجددة في شركة نفط الكويت. في البداية لو نعطي مقدمة عن مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى الكويت، فهي جاءت وفق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه، في إنتاج 15% من استهلاك دولة الكويت من الطاقة باستعمال الطاقة المتجددة. بعدها مؤسسة البترول الكويتية يعني أو عزت حق الشركات النفطية أن تستعمل الطاقة المتجددة في مرافق الشركة متى ما كان هناك قيمة مضافة للطاقة المتجددة. ففي شركة نفط الكويت احنا أسسنا لجنة تعنى في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حاليا يرأسها السيد بدر المنيفي، هو نائب العضو المنتدب للغاز والابتكار في شركة نفط الكويت. ومن مخرجات هذه اللجنة هي عمل دراسة جدوى لمرافق الشركة شركة نفط الكويت، فمع مستشار عالمي في هذا الموضوع، وتم اقتراح إنتاج 620 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح علشان تغطي 15%، وهي رؤية الكويت ورؤية الأمير الراحل. من الجدير بالذكر أن شركة نفط الكويت هي قامت في أول مشروع للطاقة المتجددة، وهو يدعى سدرة 500، مكان المشروع في غرب الكويت بالتحديد في حقل أم قدير الحقل النفطي، وحاليا ينتج كهرباء من سنة 2016 على أكمل وجه وبسعة 10 ميجاوات من الكهرباء. نعم. مهندس علي، إذا تقدر تعطينا فكرة عن أنواع الطاقة المتجددة. نعم، في عدة أنواع من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الأمواج، والطاقة الحرارية في باطن الأرض أيضا ممكن تستعمل كطاقة متجددة. بالنسبة حق الطاقة الشمسية تنقسم حق قسمين رئيسيين، وهي الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي الألواح العادية اللي نشوفها في الشوارع لإنارة الشوارع، فهذه استعمالها بشكل بسيط، مجرد تحول أشعة الشمس إلى كهرباء بشكل يعني مباشر. أما النوع الثاني وهو الطاقة الشمسية المركزة، فهي تحول أشعة الشمس إلى حرارة، ومن ثم الحرارة هذه تسخن الماء إلى بخار ماء، وتحول بخار الماء أو بخار الماء يجعل توربينات تدور وتوفر أو تنتج طاقة كهربائية. يعني هذيل بشكل عام هم الأكثر شهرة على مستوى العالم، بالأخص طاقة الرياح والطاقة الشمسية. جميل. مهندس علي، لو نتكلم عن الهدف من تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة، ايش راح تقول لنا؟ في أكثر من هدف، وهو خلينا نقول من ناحية البيئة هو تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. صحيح. أي اللي ينتج عن طريق المصانع التقليدية التي تنتج الكهرباء أو المحطات التقليدية. الهدف الثاني اللي هو توفير فرص عمل، لأن هذا يعتبر صناعة جديدة مو متوفرة في الكويت. نعم. فممكن نوفر فرص عمل للشباب والشابات.
ممكن ناخذها من ناحية الكي او سي او شركة نفط الكويت، فإن تقليل تكلفة التشغيل. يعني احنا نعتمد على الكهرباء في شكل كبير، واحنا ما شاء الله يعني من اكثر الشركات استغلالا او استهلاكا للكهرباء في دولة الكويت، فممكن اذا استعملنا الطاقة المتجددة راح اقلل تكلفة التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطاقة المتجددة هي الأقل سعراً بالنسبة حق الطاقات الأخرى في إنتاج الكهرباء، وتقليل أيضاً التكاليف يؤدي إلى تقليل تكلفة إنتاج البرميل الواحد من البترول، وهذا ما نسعى إليه في شركة نفط الكويت، أن تقليل تكلفة إنتاج البرميل الواحد. نعم. إذا حبينا نتكلم عن التطبيق، يعني شنو أهم الصعوبات أو المعوقات اللي ممكن تواجه تنفيذ مشاريع الطاقة؟ صحيح. للأسف في ناحية الصعوبات القانونية حاليا في نقص في القوانين اللي تنظم العلاقة ما بين المستهلك وما بين مقدم الخدمة. نعم. المستهلك اللي هو المواطن مثلا أو القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. نعم. لأن في فرص للمستهلك في أنه ينتج الكهرباء الخاصة فيه عن طريق الألواح الشمسية أو عن طريق الرياح، وهذه الكهرباء ممكن تباع حق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. نعم. بس حاليا عندنا نقص في التشريعات اللي تنظم العلاقة. في كثير من الدول اللي حوالينا اوريدي عملوا تشريعات في هذا المجال، وهذا الشيء الحقيقه يعني يساهم في ان المواطن يعني يتوجه للطاقه المتجدده، لانه بالنهايه في منفعه حقه، يعني منفعه مباشره. بالنسبة حق المعوقات الأخرى اللي هو اختيار المكان المناسب. نعم. لأن إذا بتختار مكان معين لازم يكون في دراسة مسبقة على المكان اللي أنت راح تحط فيه الألواح الشمسية أو توربينات الرياح. الشغلة الثالثة وهي الأهم وهي المساحات، لأن الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بشكل عام يعني تحتاج مساحات كبيرة. نعم. فهذه المساحات الكبيرة يجب يعني أن تساهم الدولة بتوفيرها للقطاعات الأخرى. جميل جدا. لو نتكلم عن المساحات الكبيرة وتم توفير هذه المساحات الكبيرة للطاقة المعنية بالرياح، هل عندنا رياح كافية لإنتاج هذه الطاقة مهندس علي؟ طبعا هذا السؤال يتردد كثير، أن هل في رياح كافية أو لا. فبالنسبة حق الدراسات اللي قام فيها معهد الأبحاث في شمال الكويت وفي أيضا غرب الكويت، وجد أن الحمد لله في رياح كافية، وعادة تقاس يعني سرعة الرياح على 100 متر فوق سطح الأرض، على ارتفاع 100 متر. ففي ناس يمكن يقول يعني على الارتفاع الإنسان ما في رياح كافية، ولكن عادة تقاس على ارتفاعات عالية. نعم. الشمال وال يعني وسط الكويت اللي هو غرب الكويت، هذه منطقه لان هي مقابل اتجاه الهواء، احنا عندنا الرياح السائده عاده رياح شماليه غربيه، لهذا يعني هذيل المكانين هما المكانين الانسب لوضع توربينات الرياح. شغله ثانيه اللي هي تعزز كلام يعني ان في عندنا رياح كافيه، اللي هو مشروع الشقايه اللي قام فيه معهد الابحاث منذ 2016، فقاموا في وضع 5 توربينات رياح في سعه توتال يعني 10 ميجا وات، وحاليا شغاله على اكمل وجه من ذاك الوقت. جميل جميل. طيب إذا تقدر تشرح لنا كيفية تخزين الطاقة المتجددة، شنو الأساليب اللي تستخدم؟ في أكثر من أسلوب لتخزين الطاقة المتجددة، منها البطاريات. البطاريات هذه ممكن تعد الأسلوب الأمثل بس حق خلينا نقول المشاريع الصغيرة. نعم. أما المشاريع العملاقة اللي مثل ما تكلمنا عنها في الشقاية أو في شركة نفط الكويت، فهذه تكون مكلفة جدا، يعني أي بطاريات تغطي كل الحمل اللي أنا قاعد أولده. فالبطاريات غير اقتصادية في حالة أن المشاريع تكون كبيرة. نعم.
أما المشاريع الصغيرة ممكن تكون اقتصادية، ناهيك عن أن البطاريات تحتاج إلى تبديل ما بين فترة وفترة، فهذا بيزيد من التكلفة على مشاريع الطاقة المتجددة. عندنا نوع آخر وهو التخزين الحراري، التخزين الحراري اللي هو تخزين عن طريق مادة ملحية أو بالإنجليزي مولتن سولت. هذه المادة الملحية هي تخزن الحرارة لمدة 3 أيام متتالية. في يعني نحط في عين الاعتبار إذا كان الهواء غائم نوعا ما أو في غبار، فتخزين الطاقة هذا ممكن يفيدني في هذا الوقت. هذه يعني الطريقة الثانية نوعا ما أرخص من الطريقة الأولى كبطاريات، والناس حاليا متوجه حق هذه الطريقة. جميل. لو نتكلم عن آخر المشاريع اللي سوتها شركة نفط الكويت الكيوسي والمتعلقة بالطاقة المتجددة. نعم، آخر مشروع تم تدشينه في ديسمبر 2021. هذا المشروع هو الأول من نوعه في دولة الكويت، يستعمل نوع جديد من تكنولوجيا الطاقة المتجددة وبالأخص تكنولوجيا الطاقة الشمسية، عبارة عن عدسات تركز أشعة الشمس. العدسات هذه تعطي فعالية أكثر للألواح الشمسية لأنها تركز أشعة الشمس نحو نقطة واحدة، وهذه النقطة بدورها تنتج الكهرباء. في تكنولوجيا أخرى واللي هي تسمح ل خلينا نقول البانل أو الألواح الشمسية في الدوران مع اتجاه الشمس، الدوران على محورين رئيسيين هو المحور الأفقي والمحور العمودي لتتبع حركة الشمس أثناء الشروق والغروب، وأيضا تتبع حركة الشمس طوال فصول السنة، لأن حركة الشمس أو موقع الشمس يتغير على حسب فصول السنة من وقت إلى آخر. طيب مهندس علي، ممكن تكلمنا عن المشاريع المستقبلية اللي ممكن الاستفادة منها؟ في عندنا مشاريع مثل مشروع الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين هي طاقة نظيفة ما فيها أي انبعاثات هيدروكربونية أو انبعاثات سامة. الانبعاثات الوحيدة اللي هي الماء أو بخار الماء. فإحنا متوجهين نحو دراسة استعمال الهيدروجين. الهيدروجين يسمى بالهيدروجين الأخضر لأنه هو يعني هيدروجين نظيف وممكن توليده عن طريق الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة الرياح، عن طريق جهاز يسمى إلكترولايزر، وهو ميزته أنه يفصل جزيئات الماء إلى أكسجين وهيدروجين. فنستعمل الهيدروجين في هذه النقطة. استعمالات الهيدروجين كثيرة الحقيقة، هو ممكن يتبدل في الوقود العادي اللي احنا قاعد نستعمله بشكل يومي، يعني البنزين أو غيره. فمن استعمالات الهيدروجين اني ممكن استعمله في الترانسبورتيشن اللي هو وسائل المواصلات كسيارات، قطارات، طيارات. ممكن نستعمله في انتاج الكهرباء ايضا، وتكون وسيله لتخزين الكهرباء. نستعملها في إنتاج الأمونيا أو الأسمدة العضوية، وفي مصانع الحديد والصلب. جميل جدا. يعني H2O بناخذ ذرتين الهيدروجين نبي نفصلهم ونخلي الأكسجين بروحها. حلو. يعني أنا أستمتع للأمانة من أشوف الأشياء related to chemistry للكيمياء أو غيره. الكلمة الأخيرة اللي حاب أنك تقولها مهندسنا علي. والله أبي أشكركم في البداية، وأشكر جهود الشركة والعاملين على شركة نفط الكويت في تحقيق رؤية وتطلعات البلد 2035، وشيء أو يعني واحدة منها اللي هو التوجه إلى الطاقات البديلة والطاقات المتجددة. جميل جميل، يعطيكم العافية. حياك الله ونورتنا وشرفتنا بصباح الخير يا كويت. الله يحييك. إن شاء الله نشوفك في لقاءات أخرى ومنها للأعلى. شكرا جزيلا. مشكورين. مشاهدينا الأعزاء، كل الشكر للمهندس علي الحرز، كبير مهندسي إدارة التكنولوجيا في شركة نفط الكويت. والحين يا هاشم لازم وين نروح؟ نروح عند غادة. نعم. نروح عند غادة ونشوف شنو عندها غادة في هذه الفقرة الجميلة. أول شيء قواكم الله على اللقاء المتميز، وشكرا للمهندس علي الحرز أيضا على وجوده معنا وعلى المعلومات اللي قدمها لنا.
من خلال هذا اللقاء المميز، وأن كل شيء بالتكنولوجيا قاعد يصير بشكل كبير حتى في بيوتنا، حتى في تصميم البيوت اللي قاعد تصير حاليا، تكون مودرن، تكون عصرية، تكون فول تكنولوجيا فيها، كلها باي تاتش وباي يعني كليك، والأشياء هذه الحديثة المتطورة. عشان كذي تبون استشارات، تبون تبنون بطريقة صحيحة، ما عليكم إلا تتابعون فقرة المهندس أحمد الخرس حتى يعطيكم آخر الأحداثيات حول البناء وتبنون بيت العمر بكل سعادة.